لو عاوز تشغل فيديوهاتك وصورك على شاشة التلفزيون خليكم معانا مستر تك. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد موسى من قناة مستر تك، أهلا بكم. كتير مننا محتاج يشغل فيديوهاته وصوره على الشاشة، محتاج يشغل فيديوهات وصور ويعرضها على شاشة التلفزيون، وخصوصا وان في فتحه في التلفزيون او فتحه في شاشه التلفزيون، فتحه يو اس بي توصل عن طريقها فلاشه وتعرض فيها الفيديوهات والصور والملفات الصوتيه على شاشه التلفزيون. فالنهارده ان شاء الله هنتعلم سوا ازاي توصل فلاشه وتعرض اللي فيها على شاشه التلفزيون. بس طبعا قبل اي حاجه ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحه اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناه مستر تك. في البداية تعالوا نوصل الفلاشة بتاعتنا على الشاشة. فتحة اليو اس بي في الشاشة بتكون اما في الجنب او فوق، واحيانا كمان بتكون تحت. فمثلا هنا هي في الجنب، هي اللي قدامكم ديت فتحة اليو اس بي اللي هنوصل عليها الفلاشة بتاعتنا. دي طبعا الفلاشة، هنوصل بقى الفلاشة بتاعتنا في فتحة اليو اس بي. هنوصلها بالشكل ده، ويلا بينا بقى نبتدي خطوات التشغيل على الشاشة. هنيجي في الريموت بتاعنا، ده ريموت الشاشة، هنضغط على حاجة اسمها سورس، هنضغط على مفتاح اسمه سورس، اللي هو المفتاح ده. هتفتح لنا القائمة ديت، هنختار هنا وسائل الإعلام. من هنا هتلاقي في صور وموسيقى وفيلم. فمثلا لو انت عايز تعرض صور هتضغط على صور. كده فتح لنا الفلاشة، جاب لنا هنا اسمها اهوت اللي هي مستر تك، ده اسم الفلاشة بتاعتي. هنضغط انتر، جاب لي هنا الفولدرات اللي موجوده جوه الشاشه. تمام، انا هنا الفولدر بتاعي اللي فيه الفيديوهات اسمه مستر تك. طبعا انت لو حاطط الفيديوهات بتاعتك بره خالص، يعني ما هيش جوه فولدر، اول ما هتفتح هتلاقيها موجوده هنا. هنفتح الفولدر كانك شغال على الكمبيوتر بالظبط. عرض لك الصور قدامك اهي، دي مجموعه الصور اللي موجوده على الفلاشه، ممكن تشغل أي صورة منهم بالطريقة ديت. كده هو بيعرض اهوت، لو ضغطت مثلا على بلاي اهو كده ابتدى يعرض الصور اللي عندي، بيعرضها صورة ورا التانية. زي ما انتوا شايفين هي كده بتعرض لي الصور بشكل متتالي ورا بعض. اهي دي الصور اللي موجودة على الفلاش عندي، هي بتعرضها واحدة ورا التانية. إيه لو عايز اوقفها هدوس على الاوكي، يعني هنا طبعا بتحرك اهوت بيمين وشمال اهو ديت كده، بتحرك يمين وشمال لحد ما اوصل على كلمة اللي هي واقفة او بوص لو عندك بالانجلش. تمام كده، كده وقفت اهي. ولو عايز اقفلها خالص باجي على ايقاف اللي هو ده كده، رجع مرة تانية بره للقائمة بتاعتي اللي فيها الصور والفيديوهات. بخرج بره الفلاشة على اعادة واعادة، واجي هنا على فيلم. لو انا مثلا عايز اشغل فيديو اضغط على فيلم، وبعد كده على مستر تك او اسم الفلاشة بتاعتك، بدخل في اسم الفولدر اللي انا عايزه. وطبعا لو الفيديوهات بره خالص هتلاقيها موجوده هنا. هدخل في الفولدر وهاجي بقى على الفيديوهات. زي ما انتم شايفين هو عارض لي الفيديوهين بس اللي موجودين اهو. لو ضغطت هنا كده، ورحمه الله، معاكم محمد موسى من قناه مستر تك، اهلا بكم. زي ما انتم شايفين كده الفيديو شغال معايا. تمام، طبعا من هنا بقى بتقدر تجري لقدام شويه او لورا شويه
ومن هنا ممكن تجيب الفيديو اللي بعده مثلا. لو ضغطت كده اهو جاب لك ده الفيديو اللي بعده، ودي يعني مجموعة أزرار للتحكم في الفيديو، تجري، تقدم، توقف. اهي زوم ان، زوم اوت. لو حبيت طبعا توقف الفيديو خالص بتضغط على ايقاف اللي هو على شكل المربع ده، اهو كده الفيديو وقف خالص. وهنا برضو تقدر انك تشغل فيديو تاني اهو، او يعني اي فولدر على الفلاشة تقدر تتنقل عليه عن طريق الريموت بتاعك وتشغل الملفات اللي عليه، سواء كانت ملفات صور او فيديوهات او حتى ملفات صوتية. لو عايز تقفل فلاشتك وتشغل التلفزيون زي ما كان، بتيجي بقى على مفتاح اكزيت اللي هو ده، تضغط عليه لحد ما يطلع بره خالص. وهنيجي على مفتاح السورس، نضغط عليه هيجيب لنا القائمة الأولانية اللي فيها وسائل الإعلام، وهتلاقي بقى فيها اتش دي اهي، هتلاقي فيها الاتش دي. هتطلع فوق على الاتش دي عندك هنا 1 و2، هتشوف حضرتك بيشغل على 1 ولا 2 وهتضغط عليها. انا هنا مثلا مشغل على 1، اقوم ضاغط اهو كده، رجع التلفزيون اشتغل معايا زي ما كان تلفزيون عادي جدا. طيب انا عايز بقى اشيل الفلاشة بتاعتي، يستحسن طبعا قبل ما تشيل الفلاشة انك تطفي التلفزيون خالص من مفتاح الباور. طبعا مفتاح الباور هنا اللي هو لونه الاحمر طبعا كلنا عارفينه. هنطفي التلفزيون بتاعنا خالص ونشيل الفلاشة بأمان. هنيجي على الفلاشة بتاعتنا ونشدها عادي جدا، طالما قافل التلفزيون مفيش أي مشكلة. خطوات سهلة وبسيطة، ما تقلقش مستر تكنولوجي دايما معاك. طب بالنسبة بقى للي عنده شاشة قديمة ما فيهاش فتحة يو اس بي، أو فيها بس ما بتعرضش الفيديوهات عن طريق الفلاشة، ففي الحالة دي هتشغل الفلاشة بتاعتك على الرسيفر. بتوصل الفلاش على الرسيفر وبتشتغل تقريبا بنفس الخطوات، بس التحكم بيكون في الرسيفر. وطبعا هنشرح لكم في الفترة الجاية ازاي تشغل الفلاشة عن طريق الرسيفر وتعرضها على الشاشة، وبخطوات بسيطة إن شاء الله. خليكوا دايما متابعينا ومستر تك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في تعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. ولو بتشاهد فيديوهاتنا من خلال الفيسبوك ما تنساش المتابعة واللايك والشير، وشكرا على حسن متابعتكم.